بسم الله نبدأ شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم عن اللاير اللي تحت الابليكيشن لاير، اللي هي الترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير مسؤولة عن اللوجيكال كوميونيكيشن بين البروسيسز اللي بترن اون ديفرنت هوستس. يعني دلوقتي لو انا عندي بروسيس زي مثلا ان انا بتصفح الموقع الويب مثلا، فاللي مسؤول عن اللوجيكال كوميونيكيشن بين البروسيس دي بيني وبين السيرفر، بين الكلاينت وبين السيرفر، هي الترانسبورت لاير، هي اللي بتحدد الداتا هتتبعت ازاي. هل لما الداتا تبقى ناقصه هل هيبعتها تاني ولا مش هيبعتها. فاللي بيتحكم في الفلو كنترول واللي بيتحكم في الكوميونيكيشن بتاعت البروسيس هي الترانسبورت لاير. طيب طب مين بقى بيتحكم عن اللوجيكال كوميونيكيشن بين الهوستس؟ يعني انا يعني ايه لوجيكال كوميونيكيشن بين الهوست؟ يعني انا اتحرك ازاي، امشي من انهي هوست لانهي هوست، امشي في انهي مسار، اللي هي الراوتينج. فاللي مسؤول عن اللوجيكال كوميونيكيشن بين الهوست هي النتورك لاير، اما المسؤول عن اللوجيكال كوميونيكيشن بين البروسيس هي الترانسبورت لاير. طب الترانسبورت لاير بتعمل ايه دلوقتي؟ لو انا في ناحيه السندر، فاحنا عارفين من شابتر 1 ان السندر بتبدا ينيشيت الريكوست من الابلكيشن لاير. فدلوقتي هي بتعمل ايه؟ بتبدا ان هي تبريك الابلكيشن لاير مسج وبتحولها لسيجمنت، وطبعا بتحط عليها الهيدرز بتاعتها زي البورت نمبر. اذا الترانسبورت لاير هي اللي بتحط البورت نمبر، فبعد ما بتبريك المسج دي لسيجمنت بتوديها للنتورك لاير. طب لو انا في ناحيه الريسيفر هتعمل ايه؟ هتبدا تجمع السيجمنت اللي جايه لها من النتورك لاير اللي هي كانت متكسره دي بقى، وبعد ما تجمعها تبدا ترجع تاني المسج للابلكيشن لاير. فده اللي بتعمله. بتعمل ايه تاني؟ بتعمل مسؤولة عن المالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج. طيب المالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج، ايه المالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج؟ دلوقتي لو انا عندي 3 بروسيسز، زي ان انا بستعمل ويب، بتصفح موقع الويب، وان انا ببعت ايميل مثلا، وبلعب لعبة في نفس الوقت على نفس في الجهاز عندي. فكل بروسيس من دولت هما ليهم نفس الاي بي. طب افرق منهم ازاي؟ عن طريق البورت نمبر. فعشان كده كل واحدة منهم بيكون ليها سوكت، والسوكت ديت بيكون جواها الاي بي والبورت نمبر. فدلوقتي انا عندي 3 سوكت، هل لما انا باجي الداتا بتخرج من الجهاز بتاعي، هل بتخرج الداتا بتاعت السوكت الاولى مثلا بتاعت الويب مثلا بتخرج لوحدها، وبعدها السوكت الثانيه بتاعت الايميل لوحدها، والسوكت الثالثه بتاعت الديمج لوحدها؟ لا، الترانسبورت لاير بتعمل حاجه اسمها مالتيبلكسنج، بتاخد الداتا ستريمز الثلاثه بتوع 3 سوكت، الداتا ديت كلها، وتحطهم في ستريم واحد، وبعدها الجهاز يبعته. فده اسمه مالتيبلكسنج. فالمالتيبلكسنج هي تجميع، انا بجمع الداتا ستريمز دول بوديهم في داتا ستريم واحد. طيب لما اجي استقبل بقى الداتا ايه اللي يحصل؟ الداتا وهي جايه هتبقى في الستريم ده كله جايه لي، يعني الريكوست مثلا اللي جاي لي من الويب سيرفر ومن الميل ومن اللعبه كلهم هيبقوا جايين في ستريم واحد. ببدا بقى اعمل دي مالتيبلكسنج اللي هي عمليه فك، ببدا ان انا افك الستريم ده واودي كل داتا للسوكت بتاعتها، الاس 1 والاس 2 والاس 3 بس. فهي دي عمليه المالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج. ببساطه انا ببدا افرق ما بين البروسيسز المختلفه عن طريق السوكيتس، اللي كل سوكيت بيكون ليها بورت نمبر. فعشان كده بقدر افرق الداتا دي رايحه فين وجايه منين. لما اجي ابعتها من عند السندر ببدا ان انا اعمل لها مالتيبلكسنج، يعني اجمع الداتا دي كلها في ستريم واحد، ولما اجي استقبل الداتا بتكون جايه في ستريم واحد، بعمل لها دي مالتيبلكسنج واودي كل داتا للسوكيت بتاعتها. بس دي فكره كلها. طبعا ترانسبورت لاير هم حاجتين وخلاص، التي سي بي واليو دي بي، هم دولت الكلام اللي بنتكلم فيه في الترانسبورت لاير. طبعا اتكلمنا عنهم كتير وبقينا نوعا ما فاهمين بيعملوا ايه من الشباتر اللي فاتت، ولكن برضه هنخش في التفصيل شويه عليه. فطبعا اليو دي بي احنا عارفين اللي هو اليوزر داتاجرام بروتوكول، اللي هو ما بيعملش فلو كنترول، ما بيعملش كونجستن كنترول، ما بيعملش ريلايبيليتي، ولا بيعمل اي حاجه خالص. فعشان كده هو اسمه بيست ايفورت، يعني بعمل المجهود اللي اقدر عليه، اللي هو اكشلي ما بيعملش حاجه، او بيسموه بيربون بروتوكول. طيب مين الحاجات اللي بترن يو دي بي؟ احنا شفنا حاجات كتير بترن تي سي بي، زي الاتش تي تي بي، زي الميل، زي الاف تي بي، اي حاجه انا عايزها مهتم جدا ان الداتا تكون واصله كامله وما فيهاش ايرورز. طب مين بقى بيرن يو دي بي؟ الدي ان اس بيرن يو دي بي، والسيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. ده مش بتاع الميل، التاني كان سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، انما دوت سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، فده حاجه ثانيه. فده بيران يو دي بي لان دوت مش فارق معاه الريلابيلتي. طب الدي ان اس، هل الدي ان اس فارق معاه الريلابيلتي؟ ايوه الدي ان اس فارق معاه الريلابيلتي، لا لان مهم الاي بي يجي لي صح ما يجيليش غلط. طب امال ليه بيران يو دي بي بقى؟ لان الدي ان اس ببساطه
هو بنستعمله كتير وطول الوقت، ففي جوه النتورك احنا بنستعمل دي ان اس بروتوكول بشكل كبير جدا، فاحنا مش عاوزين نعمل اوفرلودنج للنتورك بالتي سي بي، لان زي ما هنشوف قدام في الشابتر ان التي سي بي لما بيجي يقدر ان هو يعمل ريلايبل كنترول بيحتاج هيدرز زياده، بيحتاج ديلي زياده، فلو حاجه انا بستعملها بشكل كتير قوي فانا عايزها تبقى سريعه عشان ما تعلقش معايا وما تعملش اوفرلودنج للنتورك بهيدرز كتير زي بتاعت التي سي بي، عشان كده الدي ان اس بيشتغل يو دي بي. طب افرض انا بقى في اليو دي بي عايز الريلابيليتي، يعني ايه الريلابيليتي اساسا؟ يعني انا مثلا دلوقتي افرض الداتا مثلا جات لي كانت بايظه، كانت كوربت، ما كانتش الداتا الصح، افرض كانت جايه ما كانتش مترتبه، يعني كانت مثلا لو انا كنت كان جاي داتا باكت جاي لي ترتيب مختلف، هرتبهم انا ولا اعمل ايه؟ اليو دي بي ما بيعملش حاجه من الكلام ده، فعشان كده هو اسمه بيست افورت بروتوكول، ان هو بيبعت خلاص كده. طيب فاذا ايه الحل؟ الحل ان انا احط الريلايبيلتي بتاعتي جوه الابلكيشن لاير، يعني انا في الابلكيشن لاير وانا بعمل كودنج زي ما قلنا الديفلوبر لما بيكود بيكود على ابلكيشن لاير ليفل، فاذا انا بقى وانا بكود ابدا اتعامل مع الكيسز دي، افرض هو كوربتد، افرض هو مش مترتب، افرض كذا افرض كذا، لان اليو دي بي مش هيعمل لي حاجه، فانا الريلايبيلتي بحطها في الابلكيشن لاير. طب ايه شكل السيجمنت؟ زي ما قلنا ترانسبورت لاير الداتا بتكون فيها سيجمنت، يعني بيكسر المسج من الابلكيشن لاير انتو سيجمنت. طيب السيجمنت دي بقى شكلها بيكون عامل ازاي؟ دلوقتي دي اليو دي بي سيجمنت، طبعا احنا بدانا اليو دي بي بعدها هنشوف التي سي بي. طب اليو دي بي بشكله عامل ازاي؟ السيجمنت بتاعته بتبقى 28 بايت، بيكون فيه 20 بايت جايه من الابلكيشن داتا او بيسميها بيلود، هو بيلود ده مصطلح عام في النتورك، يعني ان هو اي داتا بتتبعت وخلاص، يعني جزء من يعني ممكن تقول عليها بيلود عادي. فالابلكيشن داتا بيبقى اسمها بيلود بتبقى 20 بايت، ويبقى عندي 8 بايت بتبقى الهيدرز. طب بتتقسمين ازاي؟ 2 بايت للسورس بورد، 2 بايت للديستنيشن بورد، 2 بايت للنمس الباكت، و2 بايت للتشيكسم. طب السورس بورد اللي هي البورت اللي انا جاي منها معروفه سورس بورت نمبر، والديستنيشن بورت نمبر معروفه البورت اللي انا رايح لها. طب ايه اللينس ده بقى؟ دوت لينس الباكت كله، لينس مش الباكت عفوا، لينس السيجمنت كله، فهو ده اللينس اللي هو ساعتها يبقى 28 بايت، فهو بيقول له اللينس بتاع السيجمنت ده عامل ازاي. فده بافتراض طبعا ان ال 20 بايت دول مامليين كلهم، لان هو فيه مساحه 20 بايت لداتا من الابلكيشن لاير، ممكن يتملوا كلهم وممكن ما يتملوش كلهم على حسب اللي مبعوث يعني في الابلكيشن لاير، فهنا بيبقى لينس الباكت، فلو دي مامليه كلها ومعاك ال 8 بايت بتوع الهيدر هيبقى 28 مكتوبه هنا، ده اللينس. طب ايه التشيك سم؟ التشيك سم مسؤول ان هو يعرف الريسيفر هل الداتا او هل السيجمنت ده حصل له تشينج او كوربشن وهو بيتبعت ولا لا. طب افرض حصل له كوربشن ولا حاجه، اليو دي بي مش هيعمل حاجه، بس الريسيفر يبقى عارف هل ده هو ده فعلا اللي كان المقصود ان هو يتبعت ولا حصل نويز وتغير او حصل اي حاجه وتغير. طب التشيك سم الجوريزم بيشتغل ازاي؟ بسيط خالص، مفيش اي حاجه. بيشتغل ازاي؟ دلوقتي انا عندي الداتا من الابلكيشن، ده السندر، السندر بيعمل ايه؟ ده اللي السندر بيعمله عشان يجنريت التشيك سم اللي هو بيحطه في الهيدر. بيعمل ايه؟ بياخد الداتا بتاعت الابلكيشن لاير ويجمعهم، او 0 1 1 1 و 0 1 1 1 0 كاري 1 فينزل هنا، فاذا بيجمعهم. طب لو ما فيش كاري خلاص مش مشكله، طب لو في كاري بياخد الكاري ده ويجمعه على الناتج اللي طلع. طيب فبيظهر حاجه اسمها الصم، اذا هو جاب الصم منين؟ جمع. طيب بعد ما جاب الصم بيعمل ايه؟ بيعمل له ريفيرس، بيعكس كل صفر ويخليها واحد، كل صفر ويخليها واحد، كل واحد ويخليها صفر، فبيطلع التشيك سم، هو ده اللي بيحطه في الهيدر، هو ده التشيك سم. طيب الريسيفر بقى يعمل ايه؟ الريسيفر بياخد الداتا اللي في البيلود اللي في الابلكيشن لاير وبيجمعهم وبيجمع عليهم التشيك سم اللي جاله، فكده 0 1 1 هتبقى يعني بيبدا ان هو يجمع العمليات دي كلها، ف0 1 1 0 كاري 1 1 1 1 1 وكاري 1 1 1 وهكذا، فاذا هو بيجمعهم كلهم، بيجمع الداتا البيلود بتاع الابلكيشن لاير بلس التشيك سم اللي جاي. طب بعد ما يجمعهم بيعمل ايه؟ افرض عنده كاري، لو عنده كاري نفس الكلام هيرجع يزوده على الناتج. طب الناتج بقى اللي طلع ده لو كان كله وحايد بالمنظر ده، يعني كله وحايد، ده معناه ان بفضل الله الباكت وصل سليم فعلا مش كوربتد، انما لو كان في صفر هنا او صفر هنا او صفر في اي مكان ده معناه ان الباكت مش سليم وحصل فيه كوربشن. قبل ما نتكلم على التي سي بي عاوزين نتكلم عن ايه اللي التي سي بي بيعمل له اوفرنج، اللي هو الريلايبل داتا ترانسفير او الار دي تي. الريلايبل داتا ترانسفير معناه ببساطه ان انا عايز الباكت يكون وصل لي سليم،
بس مش اكتر. طب لو وصل لي كوربتد عادي يتبعت لي تاني ويكون سليم بس. فهو ده موضوع الريلابل داتا ترانسفير. في الاول لما بداوا الريلابل داتا ترانسفير اللي هو 1.0 كان معتمد على ان هو يبقى ريلايبل تشانل. ده معناه ان الميديوم اللي انا ببعت فيه الداتا هو ميديوم يعتمد عليه، يعني مفيش فيه كوربشن، مفيش فيه نويز، كل حاجة بتتبعت خلال الميديوم ده بتوصل الناحية التانية بتمامها وكمالها. فكان السندر بيعمل ايه؟ كان الستيت دياجرام ده بيمثل الترانسبورت لاير. فالسندر الترانسبورت لاير عنده بتكون مستنية كول من اباف اللي هي الابلكيشن لاير تقول لها هتبعت حاجة، بينما الريسيفر بيكون مستني كول فروم بلو اللي هي النتورك لاير تقول له ان في حاجة جت. فالسندر بيبقى مستني الابلكيشن لاير تقول له يبعت حاجة، وببساطة لما الابلكيشن لاير بتقول له يبعت حاجة بيعمل باكت وبيبعت الباكت ده، وباعتبار ان الميديوم او التشانل ريلايبل ومش هتضيع اي حاجة خالص ولا اي بيت واحدة هتفليب ولا اي حاجة. فالموضوع كله ان الريسيفر اول لما النتورك لاير بتقول له من بلو تقول له ان في رسالة جت، فهو خلاص بيريسيف الباكت وبيكستراكت الباكت وبيبعته لللاير اللي فوقيه اللي هي الابلكيشن لاير وخلاص. فعملية بيزك خالص لو الشانل ريلايبل، لو مفيش نويز، لو مفيش كوربشن، ساعتها مفيش باكتس بيحصل لها لوس في الديليز. لو كل حاجة مثالية فخلاص السندر هيستنى كول فروم اباف ويبعت الباكت، والريسيفر يستنى كول فروم بلو وياخد الباكت يرفعه للابلكيشن لاير وخلاص. فكده الحاجه اللي بعد. طبعا مفيش حاجه اسمها ريلايبل تشانل في النتورك، لان ببساطه سواء سلك او واي فاي كلهم بيتعرضوا لنويز وديلي وكوربشنز، فال 1.0 مش نافع. فهيجي ال 2.0 اللي هو لما التشانل يكون فيها بيت ايرورز. طيب بنبدا بقى نعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نستغل التشيك سام اللي لسه كنا شارحينه اللي هو بيقدر يعرفني ان الباكت ده كوربتد ولا لا. وبالتالي لو الباكت كان كوربتد هبعت حاجه اسمها نو اكنولجمنت، يعني ان او مش نو اكنولجمنت، نيجاتيف اكنولجمنت، يعني ان الباكت دوت انا مش معترف بيه، مش هعمل له اكنولجمنت لان هو كوربتد. طب لو الباكت سليم هرد على السندر اقول له اكنولجمنت، يعني اكنولج يعني بقبل، يعني هاخد الباكت ده، الباكت ده سليم. نيجاتيف اكنولجمنت يعني عكسها، مش بقبل الباكت ده كوربتد ابعته تاني بس. فدي الفكره كلها. فهنبص على الترانسبورت لاير في 2.0 بتاعت السندر، هنلاقيه ويت فروم كول اوف اباف، يعني مستني الابلكيشن لاير تقول له ان هو يبعت. فبيعمل ايه؟ فخلاص بيعمل الباكت، ولما يجي يبعت الباكت بيبعت معاه المره دي بقى التشيك سام اللي هيعرف الريسيفر الباكت ده كوربتد ولا لا. ثم يبعت الباكت. لما يبعت الباكت الستيت بتاعته بتتحول ان هو مستني مين بقى؟ يا اكنولجمنت يا نيجاتيف اكنولجمنت. تمام؟ طيب لو الرد جاله، لو الباكت اللي جاله باكت والباكت ده كان نيجاتيف اكنولجمنت، فهو هيبعت الباكت تاني، لان النيجاتيف اكنولجمنت دي بتقول له ان الريسيفر الباكت اللي جاله كان فيه مشكله، فهو هيقول لك ابعته لي تاني، فساعتها هيبعته تاني. طيب لو جاله باكت والباكت ده كان اكنولجمنت، خلاص كده هو كده دوره خلص، هيبدا يرجع للستيت الاولانيه ويستنى المسج اللي بعدها من الابلكيشن لاير. فبس فدي الفكره كلها، او الكول اللي جاي من الابلكيشن لاير. طيب بالنسبه للريسيفر نفس الكلام، هو مستني كول من بلو من النتورك لاير تقول له ان في حاجه جت. ف وهو مستني دلوقتي لو جاله باكت ريسيف باكت اند الباكت كان كوربتد هيعمل ايه؟ طب هيعرف مين هو كوربتد ولا لا؟ ما هيعرف من التشيك سام بس خلاص، هيبعت له نيجاتيف اكنولجمنت. طيب لو جاله باكت والباكت كان نوت كوربتد، خلاص هيكستراكت الباكت ويديليفر الداتا ويوديها للابلكيشن لاير و يبعت اكنولجمنت. يبقى هو لو الباكت كوربتد هيبعت نيجاتيف اكنولجمنت، لو الباكت مش كوربتد هيرفعه للاير اللي فوق و يبعت اكنولجمنت. فده اللي هو لما بنتعامل ازاي مع البيت ايرورز. طب يجي بقى سؤال مهم في 2.0 بيقول بتاع الار دي تي، بيقول دلوقتي لو الاكنولجمنت او النو اكنولج نو نيجاتيف اكنولجمنت مش نو اكنولج نيجاتيف، والنيجاتيف اكنولجمنت كانت كوربتد، اعمل ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي كنت بتعامل بحكم انه الحاجه اللي هيحصل لها كوربشن هي الباكت اللي انا بستقبله، مش ان ممكن يحصل كوربشن للاكنولجمنت والنيجاتيف اكنولجمنت اللي انا ببعتها. طيب هل ممكن يحصل كوربشن للنيجاتيف اكنولجمنت والاكنولجمنت اللي انا ببعتها؟ عادي، مع لان ببساطه برضو الميديا في نويز وفي ديليز نفس الكلام، بس هي الاحتماليه اقل، لان ببساطه الباكت اللي بيتبعت في الاول بيكون حجمه كبير وفيه هيدرز كتيره، انما الاكنولجمنت والنيجاتيف اكنولجمنت بتبقى حاجه بسيطه،
يعني مثلا واحد وسالب واحد، يعني مجرد حاجه او زيرو وان، حاجه تعرفه ان هو يا يا لا وخلاص. بس ستيل برضو ممكن تفليب عادي، او ممكن يحصل لها كوربشن، او ممكن ما دي يعني في كذا حاجه ممكن تحصل. فلو حصل لها كوربشن نعمل ايه بقى؟ لو حصل لها كوربشن لازم ان السندر يعمل ايه؟ يبعت الباك التاني. بس افرض ان يعني دلوقتي هي كانت نيجاتيف اكنولجمنت وحصل لها كوربشن، فالسندر يبعت الباك التاني، فخلاص كده تمام. طب افرض بقى هي كانت اكنولجمنت اساسا، يعني هو كان بيقول له وصلني بس جات كوربتد للسندر، ساعتها السندر يعمل ايه؟ ساعتها السندر او ما هو مش عارف دي اك ولا نيجاتيف اكنولجمنت، فخلاص هيقوم اللي امن له ان هو يبعت تاني وخلاص. يعني لو هي جات له كوربتد هيبعت الباك التاني، ما هو مش عارف. بس كده لو هي كانت اكنولجمنت هيبقى في اتنين باكتس عند الريسيفر، عنده باكت اللي هو استقبله وقال له اكنولجمنت، وهو بيقول له اكنولجمنت حصل كوربشن، فقام السندر بعت له باكت تاني، فكده بقى عنده دوبلكيت. ف يعني يتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ فالسيكونس نمبر هو اللي بيتعامل مع الموضوع ده، ان كل باكت بيكون عليه سيكونس نمبر. فبالتالي لو ده، لو انا دلوقتي كريسيفر وجالي سيكونس نمبر، خلاص ماشي خدت الباكت. لو جالي باكت تاني بنفس السيكونس نمبر هم خلاص مدروبه، لان انا خلاص ما انا خدته قبل كده، فاللي بيعرفني الباكت ده انا خدته قبل كده ولا ما خدتوش قبل كده هو السيكونس نمبر. وده بيخلينا نروح لل 2.1 اللي هو بيعمل هاندلنج للكوربتد اكنولجمنت والكوربتد نيجاتيف اكنولجمنت. طيب بيعملها ازاي؟ خلينا كده مبدئيا الاكنولجمنت السيكونس نمبر بيكون يا 0 يا 1، يعني مش بنحط مثلا 1 2 3 لا، لان كده انت هتحتاج ستورج كبيره، بيتس كتيره، فهي خلاص 0 بعدها 1، الباكت اللي بعده 0 واللي بعده 1، اللي بعده 0 واللي بعده 1، يقعدوا يالترنيتوا مع بعض كده. فخلينا نبص كده على الستيت دايجرام بتاع السندر. اول حاجه ويتنج كول فروم اباف وبيقول 0، ده كده ان هو بادئ بيبدا السيكونس نمبر بتاعه 0. طيب جات له الكول خلاص هبعت الباكت، لما اجي ابعت الباكت هبعت الداتا وهبعت التشيكسم وهبعت 0، هو ده السيكونس نمبر. طيب وانا قاعد بقى مستني اكنولجمنت او نيجاتيف اكنولجمنت، لو جالي باكت والباكت ده كان كوربتد او الباكت ده كان نيجاتيف اكنولجمنت هبعته في الحالتين، يبقى لو هو نيجاتيف او كوربتد هبعته تاني. طيب لو جالي الباكت وكان نوت كوربتد وكان اكنولجمنت، هروح ارجع للستيت تاني، بس المره دي انا مستني كول فروم اباف والسيكونس بتاعي واحد، لان انا خلاص بعت السيكونس زيرو، ونفس الكلام نفس الكلام، بس مجرد ان انا يعني الكلام كله بتاع التاني، بس الفكره كلها يعني انا هبدا ان انا ابعت الباكت، بس المره دي هبعته بسيكونس نمبر 1 وداتا وتشيكسم، وهستنى يا اكنولجمنت يا نيجاتيف اكنولجمنت. لو كان كوربتد او نيجاتيف اكنولجمنت خلاص انا هبعت تاني. طيب لو كان مش كوربتد وكان اكنولجمنت، هرجع استنى كول فروم اباف، بس المره دي السيكونس بتاعي بقى 0، فببدل 0 1 0 1. طب ايه الحكمه من تبديل السيكونس نمبر ده؟ ان الريسيفر يبدا يعرف الحاجه دي متكرره ولا لا. طب هيعرف ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي الريسيفر ويت فروم بلو، مستني النتورك لاير تقول له ان في حاجه جت. تمام. تعال نشوف بقى السيناريو دلوقتي، هو ريسيف باكت والباكت ده كان كوربتد، هيعمل ايه؟ هيقول لك سهله، هبعت نيجاتيف اكنولجمنت، والمره دي هو بعت التشيكسم مع نيجاتيف اكنولجمنت. ايه فائده التشيكسم مع نيجاتيف اكنولجمنت؟ ان السندر يعرف هل التشيكسم دي هل النيجاتيف اكنولجمنت دي فعلا نيجاتيف اكنولجمنت ولا هي حاجه كوربتد، هيعرف منين هي كوربتد ولا لا من التشيكسم برضو عادي. طيب دلوقتي لو هو ايه اللي حصل؟ لو هو دلوقتي جاله باكت وكان نوت كوربتد، وكان نوت كوربتد وكان السيكونس نمبر بتاعه واحد، هو مستني زيرو مش مستني واحد، خلاص هيقول له ماشي اكنولجمنت، بس ويفضل مستني. مستني ليه؟ لان هو اللي مستنيه زيرو مش 1، فهو يقول له ماشي خلاص انا خدت ده كان دوبليكت بالنسبه لي، او يعني انا مش ده اللي مستنيه، انا مستني زيرو مش مستني 1. فده معناه ان انا الاكنولجمنت بتاعتي في المرحله اللي قبلها كانت كوربتد، فهو بعت باكت تاني انا مش مستنيه، انا مستني باكت السيكونس بتاعه يكون زيرو مش واحد. طيب ايه اللي يحصل بقى لو انا اتعملت ريسيف لباكت والباكت ده كان نوت كوربتد وكمان السيكونس بتاعه زيرو؟ خلاص كده زي الفل، هاكستراكت وديليفر وكل الكلام ده، وهبعت اكنولجمنت، والمره دي هستنى من نتورك لاير تقول لي ان في حاجه جت، بس وانا بستنى المره دي هكون مستني واحد. فنفس الكلام دلوقتي لو كان هو كوربتد هبعت نيجاتيف اكنولجمنت، طيب لو ما كانش كوربتد بس كان السيكونس بتاعه زيرو عادي هقول له ماشي انا خدت ده، انا مستني بقى السيكونس بتاعه واحد مش زيرو، اللي ده غالبا هيبقى دوبليكت.
طب لو انا ريسيفد باكيت وهو كان نوت كوربتد والسيكونس بتاعه واحد خلاص زي الفل كده، هرفعه للابلكيشن لاير واروح للستيت اللي بعدها اللي هي الستيت 0. انت واخد بالك لما كان السيكونس نمبر سواء كان 1 او 0 انا في الحالتين بعت اكنولجمنت، ولكن الفرق هل ان انا رفعته للابلكيشن لاير ولا لا؟ لو السيكونس نمبر كان هو اللي انا مستنيه خلاص يبقى انا هرفعه للابلكيشن لاير. طب لو هو مش اللي انا مستنيه مش هرفعه، لان انا كده غالبا رفعته قبل كده، فعشان كده ما اعملش دوبليكتس، فخلاص بضربه مش بعتبره حاجه لو سيكونس نمبر مختلف. نفس اللوجيك اللي فات ده نقدر نطبقه، ولكن من غير ما نستعمل نيجاتيف اكنولجمنت خالص، كله باستعمال الاكنولجمنت باكيت. ده هنعمله عن طريق ان احنا هنبدل النيجاتيف اكنولجمنت ب اكنولجمنت ولكن with a wrong sequence number. يعني sequence number مخالف للستيت اللي انا فيها. يعني لو انا عند sequence number 0 كسندر وجالي acknowledgement ولكن sequence number بتاعه 1، ده معناه negative acknowledgement، يعني في مشكلة يعني بعد كده. فنفس الكلام wait for call 0 from above، وكده هيبدأ يعمل send للباكت وبالداتا والتشيك سم وسيكونس نمبر 0. وهنا انا مستني acknowledgement، لكن مش اي acknowledgement، انا مستني acknowledgement تكون مماثله للستيت اللي انا فيها بتاعت السيكونس، فانا مستني acknowledgement 0. فبطبيعه الحال لو انا خدت باكت والباكت ده كان corrupted، او الباكت ده كان باكنولجمنت وسيكونس نمبر واحد، فانا هبدا ان انا ابعت الباكت تاني لان السيكونس نمبر واحد ده مخالف للسيكونس نمبر اللي انا عنده وبيساوي نيجاتيف اكنولجمنت. لكن لو هو كان نوت كوربتد وكان الاكنولجمنت بتاعه بزيرو، ده كده نفس الاكنولجمنت سيكونس اللي انا عنده، فده معناه ان ده كده عمليه ناجحه والريسيفر استلم الباكت. فاذا نفس الكلام اللي قلناه ده ممكن نطبقه، ولكن من غير نيجاتيف اكنولجمنت خالص، كله عن طريق الاكنولجمنت باكت بس. ال RDT 2.2 كان في مشكله اخرى، هو كان كويس وكل حاجة لكنه ما كانش عامل حساب لللوسز. بمعنى احنا عملنا سيناريو لكل حاجة، لو الباكت كان كوربتد، طب لو كان الاكنولجمنت كوربتد وكل الكلام ده، ولكن احنا ما عملناش حساب اللوس ان ممكن اصلا راوتر من الرواتر يكون البفر عنده مليان ويضرب الباكت. طيب في حالة ان باكت الاكنولجمنت اللي السندر مستنيه حصل له دروب ومجاش، ساعتها السندر يتصرف ازاي؟ هو مش عارف هل الباكت وصل ولا ما وصلش، لان هو ما جالوش اكنولج خالص، حتى مش جايله اكنولج كوربتد، هو ما جالوش حاجه خالص، فهو مش عارف. فلذلك هو بيعمل تايمر، والتايمر ده بيستنى لمده معينه، وبعد المده المعينه دي بيبدا ان هو يبعت الباكت تاني. فاختلاف بسيط بس في الار دي تي 3.0 عن ال 2.2، ان هو او ال 2.1 مش فاكر، ان هو بيعمل حاجه بسيطه خالص، الا وهي ان هو بيزود الجزء ده، بس هو ده الجزء الزياده، حتى الناحيه بتاعت الريسيفر هي هي، فهو مزود الجزء ده ان هو بيبدا ان هو بيستارت تايمر، ولو حصل تايم اوت ده معناه ان غالبا الاكنولجمنت باكت اتعمل له دروب، فبيبدا ان هو يبعت الباكت تاني ويستارت تايمر ويستنى وهكذا. فبس هو دوت الزياده على الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده. طيب ايه بقى مشكله الار دي تي كله على بعضه؟ الار دي تي ده اسمه ستوب اند ويت بروتوكول، والستوب اند ويت بروتوكول ده احنا هنشوف دلوقتي عليه كذا مثال، وبعدها هنلاحظ مشكله فيه ان هو البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجه، فهنبدا ان احنا نشوف حاجه تانية بديله تعمل لنا ريلايبل داتا ترانسفير. تعالوا نشوف بقى مثال على الستوب اند ويت بروتوكول ده بيشتغل ازاي. دلوقتي السندر هيبدأ ان هو يبعت باكيت 0، فلما يبعته خلاص الريسيفر استلم باكيت 0، فهيبعت له اكنولجمنت 0 بنفس السيكونس نمبر بتاع الباكيت. ساعتها السندر هيكون استلم اكنولجمنت 0، فهيبدأ يبعت باكيت، بس السيكونس المرة دي بتاعه هيكون 1. فبالتالي وانس ان هو استلم سيكونس نمبر صحيح، هيبدأ ان هو يبعت اكنولجمنت ويرجع تاني يبعت 0 ويستلم اكنولجمنت 0، وبعدها يبعت بسيكونس نمبر 1 وهكذا. فده كده لو في نولوس، ده اول كيس. طيب افرض بقى حصل باكت لوس، تعال نشوف. هو دلوقتي بعت باكت 0، فمن المنطقي ان هو هيبدأ ان هو يستلم اكنولجمنت 0،
بالسيكونس نمبر 0. طب جه بقى بعدها بعد باكيت بسيكونس 1، والباكيت ده حصل له لوس، يعني هو ما وصلش اساسا الريسيفر. طبيعي الريسيفر مش هيبعت اكنولوجمنت، فالتايمر هيبدا ان هو يستارت، واول لما يحصل تايم اوت هيبدا ان هو يبعت باكيت واحد تاني اللي هو بالسيكونس نمبر 1، ساعتها هيستلم اكنولوجمنت واحد، وبعدها بقى يبعت باكيت 0 ويستلم اكنولوجمنت 0، بعدها واحد، بعدها 0، وهكذا. فلو باكت حصل له لوس بنقدر ان احنا نعمل له مانجمنت عن طريق ان التايمر، وان هو وقت ولما التايم يخلص يبدا ان هو يبعته تاني، والتايم ده بيستحب ان هو يكون اكبر من الراوند تريب تايم، بحيث ما يكونش مثلا ان يكون التايمر وقت قصير قوي. فلو مثلا كان مستني اكنولوجمنت من الريسيفر والاكنولوجمنت ديت حصل وانها كانت متاخره شويه في الوصول، لان مثلا بسبب ديليز في النتورك، ان هو كان يعني عادي بتاخد راوند تريب تايم عشان تيجي، فلو هي كان حصل ان هي التايمر كان سريع قوي، فكده ساعتها هو ما لحقش يستنى الاكنولجمنت ان هو يجي له، فطبعا هو الاكنولجمنت جاي وهو يجي يبعت باك التاني واستنى الاكنولجمنت جاي له في الاول، فهتحصل مشكله. فيستحب ان التايمر يكون اكتر من راوند تريب تايم. يشوف حاله مثلا زي حاله ان حصل اكنولجمنت لوس، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انا بعت باكت 0 فجالي اكنولجمنت 0، بعدها بعت باكت 1 والاكنولجمنت 1 حصل لها لوس وحصل لها دروب جوه النتورك ولاي سبب من الاسباب وما وصلتليش. ساعتها الريسيفر خلاص هو استلم باكت 1، فهو مستني الباكت يكون جاي له باكت 0 اللي بعده، لكن وانس ان التايمر هيكون خلص هيبدا السندر يبعت باكت 1 تاني. ساعتها عن طريق السيكونس نمبر هيبدا الريسيفر يحدد ان دي دوبليكيت، لان هو كان مستني 0 لان هو قاص اوريدي استقبل 1، ساعتها هيرد عليه باكنولجمنت 1 ويقول له كمل خلاص هات لي 0 اللي بعده، انا 1 ده خلاص خدته، فهيبعت له 0 وبعدها 0. فده في حاله الاكنولجمنت لوس. اخر حاله واسوأ حاله هي حاله الديليد اكنولجمنت. تعال نشوف دي بتحصل ازاي. دلوقتي السندر بعت باكت 0 فالريسيفر رد عليه باكنولجمنت 0، ثم السندر بعت باكت 1، ساعتها الريسيفر بيرد عليه باكنولجمنت 1، ولكن حصل ديلي للاكنولجمنت 1 ده، اتاخر شويه في النتورك. ساعتها اللي هيحصل ان التايمر بتاع السندر اتعمل له تايم اوت، فبالتالي هو خلاص هيريسند باكت 1. فلما هو ريسند باكت 1 انا اساسا كريسيفر لسه واخد باكت 1 من فوق، فبالتالي دي دوبليكت، فخلاص هبعت اكنولجمنت 1. فهو هنا جاله اكنولجمنت 1 فخلاص بعت باكت 0، وهو بيجي له باكت، وهو بيبعت باكت 0 كان جات له الاكنولجمنت الثانيه فبعت باكت 0 تاني، بدأ يحصل مشكلة، بدأت الباكيتس بتتكرر. فهي دي أسوأ مشكلة، وهي اللي مخلية البرفورمانس بتاع الستوب اند ويت بروتوكول ده مش أحسن حاجة. زي اللي كنشوف حاجة تانية نقدر إن احنا نعمل بيها اوبتمايزيشن والريلايبل كونكشن أحسن من دي، ولكن الحكمة كلها إن احنا نحاول نخلي الوقت بتاع التايمر أكبر من الراوند تريب تايم بشوية، بحيث نصبر شوية كافية يكون الأكنولوجمنت جه ومتحصلش المشكلة دي. زي ما شفنا ان احنا نتعامل مع باكت باكت لوحده ونستنى الاكنولجمنت بتاع كل واحد لوحده بيكون مش كويس في البرفورمانس، وبيحصل دوبليكيت للباكتس وبيحصل ديليز كتير. ففي نوعية بروتوكولات تانية من ال RDT زي البايبلايند بروتوكولز. البايبلايند بروتوكولز بتعتمد بشكل اساسي ان هي بتبعت الباكتس في ستريم، يعني اكتر من باكت في المرة الواحدة، وبعد كده بتاخد الاكنولوجي بتاعتهم كلهم مرة واحدة. يعني مثلا هتقول ايه، مثلا لو انا عندي مسج وقسمتها مثلا ل 20 باكت، فانا هبعت مش كل واحد واستنى الاكنولوجي بتاعه، لا انا هبعت 5 5 5 5. وطبعا ان هنلاحظ هنا بقى ان ساعتها السيكونس نمبر هيبقى انكريمنتد، مش هيكون 0 و1 بس، لا ده هيبقى 0 و1 و2 و3 و4 على حسب انا هبعت كام باكت في المره الواحده، وعدد الباكتس اللي انا ببعتها في المره الواحده ده بيبقى اسمه الويندو سايز، حجم النافذه. فلو انا هبعت 5 باكتس في المره الواحده فالويندو سايز بتاعي يبقى 5، وبرده بيكون في وقت معين، وبعدها بعد الوقت ده بعد ما التايم اوت بشوف بقى الاكنولوجمنت اللي جت ديت، وبناء عليها اعرف اي حاجه ناقصاني، يعني ايه اللي ناقص او ايه اللي ما وصلش. ففي نوعين، في نوع اسمه الجو باك ان، والجو باك ان دوت في كتب بسيطه خالص. هو بيعمل ايه؟ دلوقتي لو انا هبعت الباكتس خمسات خمسات، فمثلا هبعت الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. طيب نفترض انا دلوقتي الاول اتبعت فجالي اكنولوجمنت، الثاني اتبعت فجالي اكنولوجمنت، الثالث حصل له كوربتد فما جاليش اكنولوجمنت، ساعتها بيعمل ايه؟ ساعتها هو بيكمل بيبعت الرابع وبيبعت الخامس،
وبعدها يشوف مين الاكنولجمنت اللي جات له، هيلاقي اخر اكنولجمنت جايته جات له كانت الباكت التاني، ساعتها هيقول اه انا هكمل بقى، هبعت التالت ثم الرابع ثم الخامس. يعني الجو باك ان اسمه ايه؟ ان اسمه ارجع لرقم ان. مين رقم ان ده؟ هو الباكت اللي فقد. يعني اول لما بفقد باكت برجع للباكت ده وابدا بعد ما خلصت الترانسفير طبعا، بعد ما تايم اوت، يعني هبعت الرابع والخامس كده كده، بعدها هرجع اشوف بقى جالي كام اكنولجمنت، واول باكت ما جاليش الاكنولجمنت بتاعته هبدا ابعت من عنده للاخر تاني، عشان كده اسمه جو باك ان، ارجع لان. طيب في ميزه للجو باك ان ده حاجه حلوه قوي، وهي ان هو بيعتمد الاوردر، يعني هو مهتم جدا ان الباكتس توصل باوردر محدد، لذلك بيكون سهل على الريسيفر ان هو يتعامل مع الداتا، لكن طبعا صعب على السندر. ليه؟ لان السندر كل شويه هيعوز، يعني لو مثلا افترض ببعت الخمسه واول باكت وصل وتاني باكت ما وصلش، ساعتها هيبعت التالت والرابع والخامس، بعدها يرجع يبعت بقى التاني والتالت والرابع والخامس وهكذا. فاذا هو بيعمل ايه؟ بيعمل اوفر هيد شويه ناحيه السندر، من حيث ان هو محتاج بقى يكون الابلود بتاعه كويس. فيعني ممكن يجي سؤال كده، لو الابلود كويس فالاحسن ان انا استعمل جو باك ان، لا لان خلاص يعني مثلا جوجل مثلا ما عندهاش مشكله في الابلود، فخلاص تريح بقى مين الريسيفر وخلاص. فهو ده الجو باك ان. فبرضه لو بصينا هنا نلاحظ ايه؟ نلاحظ الاتي. دلوقتي ايه اللي بيحصل هنا؟ انا دلوقتي بقى السندر بعت باكت 0، وريسيفر استقبل باكت 0، ثم بعت باكت 1 فجاله بعت اكنولوجمنت 1، باكت 2 بقى حصل له بص، هنلاحظ ايه؟ خلاص الجو باك ان هيكمل، هيبعت باكت 3 وباكت 4 وباكت 5، ولكن الريسيفر هيعمل ايه؟ باكت 3 ده هيطنشه، باكت 4 ده هيطنشه، باكت 5 ده هيطنشه، وهيفضل يبعت الاكنولوجمنت الثابته لاخر حاجه خدها. انا معترف باخر حاجه خدتها كانت واحد، وبعد لما يتايم اوت هيبدا يقول اه انا اخر اكنولوج جالي واحد، خلاص ارجع بقى ابعت اثنين، فاه يقول له ماشي، وبعت له اكنولوج من اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فهو ده الجو باك ان، انا برجع لاخر باكت انا فقدته وابعت تاني من بعده، فهو بيحترم الاوردر، بيكون اصعب على السندر واريح للريسيفر. النوع الثاني من البايب لاين بروتوكولز اللي احنا بنتكلم عليها اسمه سيلكتيف ريبيت. سيلكتيف ريبيت فكرته بسيطه خالص، ستيل بيبعت الباكتس في تقسيمات، يعني بيبعتهم مثلا 5 5 10 10 وهكذا، وده بيبقى اسمه الويندو سايز. ولكن المره دي هو ما بيعمل ايه بقى؟ مثلا لو انا مثلا هبعت 5 باكتس، مثلا باكت 1 و2 و3 و4 و5، فباكت 1 وصل الحمد لله، باكت 2 وصل الحمد لله، باكت 3 قربت، باكت 4 وصل الحمد لله، باكت 5 وصل الحمد لله. هنا هو هيبعت 3 بس، مش هيجي بقى يبعت 3 و4 و5 ورا بعض، لا مش زي الجو باك ان، لا هيبعت 3 بس. طيب فتعالى نشوف بقى بيحصل الكلام ده ازاي. فهنلاحظ ان السندر بعت باكت 0، فالريسيفر خد باكت 0 وبعت له اكنولجمنت 0، فبعت باكت 1، وبعدها السندر خد باكت 1 وبعت اكنولجمنت 1. طبعا هو هنا السندر مش مستني الاكنولجمنت عشان يبعت اللي بعده، ده مش زي اللي كنا بنشوفه اللي هو ستوب اند ويت بروتوكول، لا ده هو عمال يبعت ورا بعضه، السهم جاي ورا بعضه، الاكنولجمنت بقى تيجي وقت لما تيجي، انا ببص عليها لما انا تايم اوت، فده الفرق يعني. فالمهم فزيرو وصل اكنولوج زيرو، 1 وصل اكنولوج 1، 2 لوس فما فيش اكنولوج 2. طب 3 جه ايه اللي يحصل بقى؟ الريسيفر بياخد 3 ويأكنولوج 3، مش هيفضل معلق على اكنولوج 1 زي اللي فات، لا هيأكنولوج 3، اه انا خدته، بس هنا بقى لازم احطه في بفر عشان احترم الترتيب، يعني اخده احطه في بفر، واللي بعده الباكت الرابع احطه في البفر، والخامس اللي بعده احطه في البفر، ولما يتايم اوت ولما السندر ياخد باله، لما ياخد باله ان باكت 2 ما راحش يجي يبعت لي باكت 2 ارتبهم بقى. فانا من بعد الباكت اللي وقع هنا ده الريسيفر بيجهز بفر ويحط فيه الباكتس اللي بعده بحيث يحافظ على ترتيب الباكتس، لان زي ما قلنا الباكتس لازم تتركب فوق بعضها زي مكعبات الليجو كده. فدي الفكره. فببساطه السليكتيف ريبيت هو اسهل على السندر، لان هو بيبعت الباكت اللي ناقص بس يا دوب، مش بيبقى يكمل اللي بعده، لكنه بطبيعه الحال اصعب على الريسيفر، لان الريسيفر لازم يبقى عنده بفر ويمانج الدنيا دي عشان يحافظ على ترتيبه ويعرف يركب الرساله صح. فبس ده الفرق كله. يبقى اذا الجو باك ان لما الباكت بيكوربت بيبعت الباكت اللي كوربتد ده بعد ما تايم اوت لغايه الاخر، انما سيلكتيف ريبيت بيبعت الباكت اللي فقد فقط لا غير. كل الميثودز اللي احنا اتكلمنا عنها دي اليو دي بي مش بيعترف بيها خالص ولا بيستعملها. امال مين اللي بيستعملها؟ بيستعملها التي سي بي، والتي سي بي بيعمل كومباينيشن ما بين السيلكتيف ريبيت والجو باك ان عشان يقدم احسن خدمه.
طبعا التي سي بي علشان ان هو يبعت داتا لازم ان هو يفتح كونكشن ما بين التو اند يوزرز، ما بين الكلاينت والسيرفر. طيب الكونكشن دي بيفتحها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها 3 واي هاند شيك. 3 واي هاند شيك ده التي سي بي بيعمله قبل اي بعت للداتا عشان يبدا يستبلش الكونكشن. طب بيحصل ازاي؟ الكلاينت هو اللي بيشيت الكونكشن عن طريق ان هو بيبعت سين باكت، والسين باكت ده بيكون جواه راندوم سيكونس نمبر وليكن اكس مثلا. فالسيرفر عشان قدامه حلين، هنا السيرفر يا هي اكنولوجي الكونكشن دي يكون فعلا عايز يفتح كونكشن، يا مش عايز يفتح كونكشن. فلو مش عايز يفتح كونكشن هيبعت حاجه اسمها ريسيت باكت وخلاص كده الموضوع انتهى. طب لو عايز يفتح كونكشن هيبعت حاجه اسمها سين اك باكت. السين اك باكت ده بيكون جواه اكنولوجمنت، الاكنولجمنت دي بتكون السيكونس نمبر بتاع الكلاينت اللي هو بعته زائد عليه واحد، بيزود عليه واحد يعمل له انكريمنت عشان يقول له ان انا بعمل اكنولج للسيكونس نمبر ده، ويبعت له السيكونس نمبر الخاص بيه. وفي الاخير الكلاينت بيعمل اكنولجمنت للسيكونس نمبر اللي جه بتاع السيرفر، وخلاص بيبداوا ان هم يبعتوا داتا. وطبعا واضح ان كل ريكوست بيبقى سيكونس نمبر بانكريمنت باي واحد يعني. بس فدي الفكره كلها. فاذا الموضوع بسيط خالص، عشان ابدا ان انا ابعت داتا بستعمل حاجه اسمها 3 هاند شيك، وهي بسيطه خالص. سين سين اك اك شكرا، ببعت سين باكيت، السيرفر يرد عليا بسين اك، ابعت له اك وخلاص نبدا الكونكشن. فقبل ابدا الكونكشن بيعمل زي مصافحه كده، مصافحه ثلاثيه الاتجاهات 3 واي هاند شيك عشان ابدا ابعت الداتا بتاعتي. ده بقى شكل التي سي بي سيجمنت. وطبعا واضح ان التي سي بي سيجمنت يعني ما شاء الله تبارك الله اكبر بكتير من اليو دي بي سيجمنت. ده اصلا يعني الهيدر بتاعته على الاقل اساسا 20 بايت، يعني على الاقل ممكن تزيد عن كده. فما شاء الله تبارك الله طبعا بيعمل اوفرلودنج للنتورك، فحاجه عسل يعني. طبعا الدكتور يعني ما اتكلمش قوي عن او خالص عن السيجمنت ده، ويعني قال مش هيجيب عليه اسئله، قال يمكن جابه مره واحده بس. يعني ممكن نبص عليه كده سريعا، هو في سورس بورت وديستنيشن بورت زي اليو دي بي، وبقى في سيكونس نمبر واكنولجمنت نمبر، وفي حاجه اسمها ريسيف ويندو، يعني دي حجم الداتا اللي انا اللي الريسيفر بيستعمل المكان ده عشان يقول حجم الداتا اللي يقدر يستقبلها، عشان نقسم حجم الويندو اللي هي بتبقى ان نبعت كام باكت في المره يعني. وفي اوبشنز، وطبعا التشيك سام، وفي حاجه اسمها فلاج اللي هم اليو اي بي ار اس اف. دولت فلاجز، الفلاجز دولت بيعملوا كنترول للكونكشن. يعني مثلا اليو ده بيستخدم للارجنت داتا، طبعا ما حدش بيستعمله يعني في الحقيقه خالص. وفي الاك ده بيعرف ان الباكت ده اكنولجمنت باكت، يعني ما اصل ال ما الاك برضه ده باكت. ففي حاجه اسمها بوش، في ريسيت وسين، وفي فين اللي هو بينهي الكونكشن وهكذا. والتشيك سم بتاعه نفس التشيك سم اللي قلناه في اليو دي بي. فيعني وده مثلا ايرجنت داتا بوينتر بيشاور في الداتا هنا على الداتا المهمه اللي تتري الاول، حاجات زي كده يعني. ولكن يعني ده بشكل عام هو التي سي بي سيجمنت. بس اعتقد دي هي دي اهم النقط اللي الدكتور شرحها في الشابتر. يعني انا غطيت اهم النقط اللي هو شرحها، ان هو ما شرحش الشابتر كله. ف بس كده.